دايما لما بيكون عندنا بالذات الاضاحي وذبح الاضاحي بتبقى مساله ان انا اخد ابني، صحيح كتير جدا يحب ياخد ابنه علشان يعني يعلمه ويديله الشق الديني وانه مفروض نضحي، تمام. لكن هي فكره ان هو اللحظه اللي بيشوف فيها ذبح الاضحيه دي بتبقى لحظه قاسيه. انا شخصيا فاكره كويس قوي ان عمري ما كنت احب احضر اللحظه دي ابدا، يعني ابدا، يعني كانت تاثر فيا جدا واني ما اقدرش اشوف نقطه دم يعني، وفضلت معايا لحد ما الواحد بقى يعني كبير كده بالزياده يعني، فيبدو ان هي بتعمل تروما للواحد وهو صغير. خليني نروح ناخد تدقيق اكثر من المعلومات. دكتوره رشا الجندي استشاري علم النفس، مساء الخير دكتوره رشا. دكتورة رشا مساء الخير يا فندم. مساء النور يا أستاذة شفقي، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل بألف اللي خير. بيسمعونا. وانت بألف خير. بنتكلم على فكرة الذبح الأضاحي ووجود الأطفال في وقت الذبح وهم بيشوفوا لحظة ذبح الأضحية، يعني هل ده ممكن يؤثر عليهم نفسيا؟ احنا بنفضل في علم النفس ان الأطفال الصغيرين ما يحضروش ده في سن صغير، اللي هو بنتكلم على أني عمر؟ يعني هو يعني مش هنحدد بالتحديد قوي، بس يعني أكيد لو هو قبل، يعني لو هو قبل إعدادي بلاش. صغير عشان ما يأثرش فيه. أنت بتحس بالطفل اللي عندك لما بيبدأ بقى يدخل المدرسة ويستوعب وكده، أنت بتحس إن هو قد إن هو يشوف مشهد زي ده دلوقتي ولا لأ؟ فهي الفكره في ايه؟ الفكره ان يولد المولود على الفطره. صحيح. فاحنا بنتولد اساسا يعني اي مشهد فيه دم، فيه ذبح، فيه الحاجات ما دي بنحبوش. صحيح. بالظبط. لو احنا تعرضنا ليه في سن صغير قبل ما نستوعب الهدف من الذبح، ان هو يعني الهدف اللي ربنا خلقه من الموضوع ده، لا ممكن تجينا زي صدمه او فوبيا، يكبر معانا الموضوع. وبعدين في اطفال بقى بتوصل مرحله ان هي ما ترضاش تاكل اللحمه خلاص. ايوه صح. انا لسه كنت بتكلم دكتوره رشا، انا شخصيا يعني وانا طفله ولحد دلوقتي ما كنتش اقدر اشوف ابدا يعني، ولغايه دلوقتي ما باكلش اللحمه بتاعت الخروف على فكره، لكن يعني طبعا يعني اكيد حضرتك اتعرضتي تعرضت للموقف من غير كده تهيئة، فعلا. صح؟ ايوه بالظبط. وكبر معاكي. صح. ما هي دي بقى الفكره، احنا مش ايوه عايزين الناس بقى تكون كده، لان هو الهدف من الذبح تدين حاجه خير، طبعا بنساعد طبعا الفقراء طبعا والحاجات. طبعا. فلو انت عايز طفل يطلع تمام، ما تعرضوش، اصبر لما يتهيأ يوصل لسن صحيح. هو هيكون اوريدي بقى في المدرسه اخد الحكايات دي واستوعبها وفهمها، صحيح. فيوصل لسن لما يتعرض ليها يكون مستوعب الهدف الكويس منها. وهيبقى في السن ده يقدر كمان تتحكي له الحكايه ويتكلموا معاه، طبعا ما يبقاش فكره طبعا. انه يبقى بس كده موجود. انا بتفق معاكي انه لا، ويشاركك حقيقي ويوزع معاك حقيقي. اللحمه ويشاركك ويبقى مبسوط ويبقى صحيح فاهم. صحيح. واعتقد يعني ما فيش قيمه لطفل صغير يشوف لحظه الذبح، هي لحظه مش حلوه يعني، لكن يبقى مش موجود في في لحظه سن التوزيع مثلا، دي الاحلى طبعا، يعني، لان هو لحظه يعني توزيع دي احنا الصدقات على من باب الناس المشاركه والمحبه والحاجات دي طبعا. مفيش مشكله. صحيح. وفي ناس بقى عم تعمل حاجه تانية كمان، ان بيبقوا هم مربيين مثلا الجدي او الخروف او الحاجه اللي صحيح. يذبحوها عندهم في البيت، فيطلع ياكله فالطفل ويعتني بيه. بيطلع بيلعب معاه وهنا وبيرتبط بتبقى بيه. المشكله يا دكتوره رشا، يعني لما الطفل بيرتبط، لان الاطفال بطبيعتهم زي ما حضرتك قلتي بيحبوا الحيوانات، في كده حاله انسانيه بين الاطفال والحيوانات، فلما بيطلع وياكله بعدين يعرف ان هم هيذبحوه، ممكن دي تاثر عليه، فاذا ما يبقاش بالظبط موجود في لحظه الذبح يعني. طبعا. شو يعني ما يعني كل التجارب اللي شفناها صحيح. اللي تحطوا الاطفال في المواقف دي اثرت بالسلب مش بالايجاب، أكيد الاغلبيه العظمى منهم يعني. أكيد. ربنا يسلم وكله يبقى بالإيجاب بإذن الله. دكتورة رشا كل سنة وأنتي طيبة. كل سنة وأنتي طيبة. دكتورة رشا الجندي استشاري علم النفس، يعني دايما نقدر نعمل كل ده يكون معانا أولادنا ونبقى واخدين على حالتهم النفسية بسنهم وعمرهم، علشان ما يبقوش متعرضين لموقف يكون هو مش مستوعبه في طبيعة سنه أو في وقت سنه.